السلام عليكم. دائما في اطار الاعتناء بصحه الشعر، اليوم غادي نقدم لكم واحد لا لوسيون اونتي شوت او لا بخاخ ضد تساقط الشعر. المكونات ديال هاد لا لوسيون ساهلين بزاف، متوفرين في اي دار، والتحضير ديالها حتى هو من السهل الممتنع. المقادير هي كالتالي: غادي نحتاج واحد المعلقه كبيره ديال الشاي الاخضر، زائد معلقة كبيرة ديال السلمية، زائد معلقة كبيرة ديال الأزير، يا إما وراق أو لا مطحون. هنشدو هاد المكونات غنديروهم في الماء ونخليهم يطبخوا مزيان على عافية مهيلة حتى يطلقوا مزيان، نطفيو عليه ونخليه يبرد. من يبرد نشوفو شي قراع عندنا، شي بخاخ عندنا ما كنستعملوش، ونعمروه. انا اختاريت هاد القرعه ديال الدجاج، انا كنفضل القرعه ديال الدجاج. انا بالنسبه ليا هاد لا لوسيون اولا هاد البخاخ باش ما ينشفش ليا شعري، كنزيد زيت الاساسي ديال يالانغيلانغ. ها هو، غادي نزيد تقريبا واحد 3 القطرات او 4. كنزيد حتى تقريبا واحد معلقة صغيرة او اقل من زيت الجليسيرين. وباش يبقى ليا هاد لا لوسيون اولا هاد البخاخ واحد المده طويله، دائما خصنا نستعملو ان كونسيرفاتور. انا كنستعمل فيتامين او، زيت فيتامين او، باش يبقى ليا شهرين. الا ما عندكمش ماشي مشكل، ما ديروش هاد الفيتامين او، وما ديروش حتى ما عندكمش حتى هاد الزيت ديال الاساسي ديال يالانغلانغ. تقدروا ديروا شي زيوت اخرى اساسيه بحال زيت الاساسي شجره الشاي، بحال كاين بزاف ديال الزيوت الاساسيه اللي مرطبه، اولا تقدروا تستغناو عليها وتخليو غير هاد الخليط هذا بحال هكايا بركه، وكديروا في الثلاجه باش يلاه يبقى مزيان، اولا في شي بلاصه بارده عندكم باش يبقى مزيان. مده الاحتفاظ اللي نقدروا نحتفظوا به شهر. درت انا غا تقريبا نقطه من زيت فيتامين او. من بعد غنحرك شويه، تكب ليا شي شويه. المهم هاد البخاخ او هاد لوسيون تنديروها تقريبا كل ليله، كنبقاو نرشو على الجلده ديال الشعر. ماشي نديروش بزاف، غير شي شويه، ماشي حتى الشعر كاع يفزك بزاف، غير شي شويه غا على الجلده ديال الشعر، باش يلاه كتاكتيفيو هذيك لابوس، كتنشطوا الدوره الدمويه، كتنشطوا الجلده، وكتعاونوها على ان الشعر ينبت، على ان الشعر يخلف. تقريبا تديروها نهار نهار لا، اولا يوميا اللي بغيتو، تقريبا واحد مده 20 يوم او شهر. انا هذا البخاخ كنديرو خاصه في تغير الفصول، لو شانجمون دي سيزون، بحال في الاول ديال الخريف وفي الاول ديال الربيع. الى عندكم شي تساؤلات خليهم ليا في لي كومونتير. شكرا لكم.